كنت. ما هو الكوكب الأكثر سخونة في نظامنا الشمسي؟ المشتري، الزهرة، عطارد، الأرض. سخونة؟ الأكثر سخونة. سخونة في نظامنا الشمسي. الأرض. يثبت؟ ثبت. ثبتوني على الأرض وعطونا الإجابة. بدأ. سلطان جاهز؟ عطونا الصناديق لسلطان. نذكركم إنها الجولة الخامسة والأخيرة. ركزوا. الصناديق الآن راح تطلعك على الشاشة. خمسة. خمسة؟ 500 نقطة، معامل 500 أنت اليوم يا سلطان. أعطوني سؤال سلطان. سؤالك يقول: من هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ابن رشد، ابن سينا، ابن النفيس، ابن الهيثم. أربعة. الوقت. أربعة. أربعة. ابن الهيثم. أعطونا الإجابة سلطان. غلط يا سلطان. حسين جاهز؟ بدأ. الصناديق لحسين. باقي عندك وسيلة مساعدة واحدة صح؟ باقي عندي واحدة. اثنين. طيب. اثنين، أربعة، تسعة، سبعة. اثنين. 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 600 نقطة يا حسين. سؤالك على الشاشة ويقول: ما هي وحدة قياس سرعة السفن؟ الميل، الديسيمتر البحري، العقدة، العشرون. هاشتاج. هاشتاج. نروح للهاشتاج. حمد راعي بحر؟ لا والله، بس اروح بحر. راح حداق قصدك يعني؟ متى اخر مره طلعت الحداق؟ الصيف اللي طاف توه. والله؟ وش هو قياس وحده السفن؟ الميل. الميل؟ انا اتوقع انها الميل. والله بحار. ها؟ لا اظن الميل. والله ناخذه. شنو شنو؟ عطنا 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 حمد. شنو شنو الجواب؟ وحده قياس سرعه السفن؟ ان شاء الله انها الميل. ان شاء الله. هي ان شاء الله ولا الميل؟ ميل. نفس ال يا حبيبي، انت ما جاوبت على كاظموس سلمية ذاك اليوم، تبي تجاوب على هذه؟ لاني كنت مواصل وش اسمه؟ كنت مواصل. صح صح. طيب، الاجابات بدات تنهال يا جماعه الخير. اظني الميل. طيب، قولي ثبت وثبت. ثبت. مناي تقول العقده لحسين. اعطوني الاجابه. عبد الله فلاح. الباك. صناديق عبد الله. باقي عندك اربعه، تسعه، سبعه. اربعه. اربعه. الف نقطه. باقي لك وسائل مساعده؟ باقي واحده. واحده. سؤالك يقول على الشاشه: اسلام، كم عمر خلايا الدم الحمراء؟ 120، 160، 180، 200. وش دراني يعني؟ 120 يوم، 160 يوم، 180 او 200 يوم. هاشتاج يا رجال. هاشتاج. نروح هاشتاج مراجل 37.
هذه ثاني ألف تطلع لك صناديق ها؟ إيه. هل أنا عندي مشكلة في التحديث؟ هنا سارة تقول من سرعة عادل بالسحب الأجوبة تو توصل حقة السؤال اللي قبل. والله أنا ودي إن الريتم يكون سريع يا أختي يا سارة. ولا حقكم إنه والله نتأخر شوية صدق صراحة راحة. يعني هم الجمهور ما يتحمل يعني تأخر الفقرات اللي قبل. طيب طيب قولي ثبت وثبت ثبت. حسان يقول 120 يوم العبد الله بن فلاح. أعطونا إجابة. هذا والله وجه استهوتي. ألف مبروك. كم كانت ألف؟ 1600. هذه ألف قبل شيء ما شاء الله تبارك الله. عبد الله صناديق بعد قلبي. باقي رقمين فقط. تبغى وش أنت؟ أنا أختار سبعة. سبعة. 400 نقطة. طيب سؤالك يقول إيش قال؟ علم الوظائف هو الجيولوجيا. علم وظائف الأعضاء هو الجيولوجيا. أيوة. الفسيولوجيا، البيولوجيا، السيكولوجيا. شي عندي هاشتاق ولا شي؟ عبد الله الخيبي عنده شي؟ ما عندك شي، ما عندك الا طلبة الله سبحانه اللي كلنا نحتاجها. ما شاهد الله سدني عن كل حد. معك 25 ثانية فكر خمن. فكر. واحد اثنين. هاي رقم واحد. رقم واحد الجيولوجيا. وهي الجيولوجيا. ايوه تبتولي على الجيولوجيا. الجيولوجيا ما هي بعلم الارض؟ ما قد سمعت فيه؟ والله ما دريت فيه. لا والله الجيولوجيا الارض. اعطونا الاجابه. للاسف يا عبد الله. اعطونا الصناديق الحمد. اخر سؤال في الجوله الخامسه. اخر صندوق اكشفوا لنا بس عشان حمد ما يقول شنو ليش ما طلعتوا قيمه الصندوق. لا انا عارف بس قيمه الصندوق. شنو تختار ولد عمي؟ رقم كم تختار؟ رقم 9. تسعة في غير 9؟ 600 نقطة بركة. أعطوني سؤال حمد. رب الكعبة لايق عليك. سؤالك يقول الديموغرافيا هي علم السكان، علم البيئة، التخطيط الجوي، علم الجغرافيا الطبيعية. الديموغرافيا الجغرافيا حق التاريخ صح؟ زين ديموغرافيا. تعطي لي اجابه؟ ممنوع. لا لا ممنوع ممنوع ممنوع. معك 15 ثانيه دير بالك وركز. انا ادري. عنده وسيله مساعد ولا ما عنده؟ لا ما في. ما في؟ والله كان ودي اخدمك ولد العم بس ما في. خليني ناخذ من ذكائك. يلا سبع ثواني اختر. حدد دقيقه. علم البيئة. علم البيئة ثبتوا لي علم البيئة. عطونا الإجابة. علم السكان. انتهت الجولات الخمس عزيزي المشاهد وهي المرحلة الثانية وانتهت المرحلة الأولى. فاصل قصير وبعدها راجعين